بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمةً للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي يا رسول الله محمد بن عبد الله، يا رحمة ربنا المهداة، ويا نعمته المسداة، ويا خير خلق الله، صلوات ربي وسلامه عليك وتحياته وبركاته إليك. ها نحن هلاء نأتي في هذه الليلة الكريمة والمناسبة العظيمة التي وحدت المسلمين في كل الأرض وجمعتهم في مشارقها ومغاربها على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توقظ فيهم الضمير الديني، توقظ فيهم الحياة النبوية الصحيحة التي يعيشون فيها بالعدالة لا بالظلم، بالحب لا بالكراهية. وتقول للظالم لك نهاية، وللمظلوم أنت ستنصر، وللمخيف والمرعب والمرهب لك نهاية، وللخائف لا تخف. كن في رحاب رسول الله لا تخف، وكن متمسكا بهديه. وأعظم احتفال اقتدي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لا تخف من أي شيء روعك، كن مع الله يكن ربي معك. لا تخف من أي شيء روعك، كن مع الله يكن ربي معك. وإذا نابك كرب فاصطبر، وادع مولاك وجفف أدمعك، ما لنا إلا إله واحد، فاسأل الكون وقل من أبدعك، واسأل الطفلة جنينا في الحشا، من رعاك الآن، من ذا أشبعك، واسأل البدر مطلا في الدجى، باعثا أضواءه ما أروعك، واسأل الصبح تجلى مسفرا بعد ليل حالك، من أطلعك، سل رسول الله، قل يا مصطفى يا شفيع الخلق، من قد شفعك، إنه ربي إله واحد، كن مع الله يكن ربي معك. لقد شاءت الإرادة الإلهية قبل نشأة آدم، وقضت الإرادة أن يختم مطاف الرسل بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، كنت نبيا وآدم منجدل في طينته. كيف؟ لأن الإرادة الإلهية منذ الأزل وفي ضمير الغريب قضت أن يكون ختام مطاف الرسل بهذا النبي العظيم. ولذا يقول بعض العارفين: يا مصطفى من قبل نشأة آدم، يعني يا من اصطفاك الله واختارك قبل أن يخلق آدم، يا مصطفى من قبل نشأة آدم، والكون لم يفتح له إغلاق، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق. ماذا يقول القائلون في هذا النبي العظيم الذي شهد له في القرآن وقال:
وإنك لعلى خلق عظيم. وأقسم بعمره في القرآن فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وبين إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لم يقل كأنما يبايعون الله بل قال إنما يبايعون الله. وقال ورفعنا لك ذكرك، وجاء جبريل قال أتدري يا محمد كيف رفع الله ذكرك؟ قال الله أعلم. قال جبريل إن ربك يقول لا أذكر إلا ذكرت معي. لا نقول أشهد أن لا إله إلا الله إلا وأشهد أن محمد رسول الله. أفي كل أذان 5 مرات؟ لا، في كل ثانية، في كل لحظة تصدح مآذن الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، لأن الله فاوت بين مواقيت الصلاة، فهنا يؤذن وبعد ثانية في مكان وبعد، بحيث يظل الكون صداعاً شاهداً لله بالوحدانية ولحبيبه بالرسالة، أغر عليه للنبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. أمتنا الإسلامية في كل مكان، أمتنا الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، نرفعها إليكم من هنا من أرض الكنانة بلد الأزهر، ومن أحد بيوت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول لكم هذه المناسبة تدعوكم أن تتوبوا إلى رشدكم، أن تتوبوا إلى ربكم، أن تقيموا العدالة فيما بينكم، أن تشيعوا الحب والتعاون ووحدة الصف وجمع الكلمة، حتى نكون أهلاً لشفاعة صاحب هذه الرسالة وصاحب هذه المناسبة، حتى نكون جديرين بأن يشفع لنا. لي في شفاعتكم يا سيدي طمع، لي في شفاعتكم يا سيدي طمع، فاشفع لنا. نحن بعض من رعاياك، من آل بيتك فرع في كنانتنا، من آل بيتك فرع في كنانتنا، من أمهم نال فضلا من عطاياك، إنا نحبهم إنا نقدرهم في الذكر، وصى بآل البيت مولاك، إن المودة في القربة تجمعنا في جنة الخلد، يا طه بأخراك جئنا نناجيك، جئنا نناجيك، نرجو الله في أمل، فهل يرد فتى بالحب ناجاك؟ حاشاك، يرجع من ناجاك دون قرى أو أن يعود حزين القلب، حاشاك، إن الخلائق يا طه بعالمنا لولاك ما رحمت، والله لولاك. هذه مكانة حبيبنا وشفيعنا، تستوجب علينا أن نجتمع على كلمة التوحيد وعلى الحق والعدل، ونقول لأولئك الذين دأبوا على النفاق وعلى الظلم والعدوان وعلى الإرهاب والعدوان أن يتوبوا إلى رشدهم، وأن يتوبوا إلى ربهم، وأن يعلموا أن رحمة صاحب الذكرى تداركت ليس المسلمين فقط، بل تداركت غير المسلمين من الكافرين الذين آذوه والذين عادوه والذين تربصوا به والذين أغروا سفهاءهم أن يقذفوه بالحجارة، حتى سال دمه الطاهر الشريف، وعندئذ رفع كف الضراعة إلى ربه وقائلا اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، حتى كان في قرن الثعالب ورأى السحابة ينزل منها جبريل ويقول له ملك الجبال جاء أرسله إليك ربك، فيقول له يا محمد أنا ملك الجبال
أرسلني ربي إليه لتأمرني بما شئت فيهم، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين جبلان في مكة ليستأصل أعداءه، ولكنه مع هذا يقول لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فقال له الملك صدق من سماك الرؤوف الرحيم. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم شفعه فينا بجاهه عندك، اللهم شفعه فينا بجاهه، اللهم وفقنا للاقتداء بهديه، وأحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.